بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية لانفورماتيك. في هذه الفقرة سنستكمل مع المعلومات. إذن في الفقرة إن شاء الله سنخصصها لمقدمة عن مكونات جهاز الحاسوب. إذن ماتيريال انفورماتيك لي كومبوزون دو لورديناتور. إذن ماتيريال انفورماتيك كما لو نتكلم عن أدوات المعلوميات. في إطار هذه الأدوات سنتكلم عن لي كومبوزون دو لورديناتور، مكونات الحاسوب. ممكن أننا نقول مثلا لورديناتور سو كومبوز دو، يعني أن الحاسوب يتكون من، ثم نستعمل لو فيرب سو كومبوزي. إذا نتكلم هنا عن لي كومبوزون ماتيريال انفورماتيك لي كومبوزون دو لورديناتور. Description des composants essentiels pour le fonctionnement d'un ordinateur. Et dans description, تجيب من فعل décrire. Décrire يعني وصفة. Et dans description, هو وصف. Et dans description des composants essentiels. Et dans وصف المكونات الأساسية pour le fonctionnement. من أجل الاشتغال. إذا نتكلم على الفاب فونكسيوني، إذا فعل اشتغل أو توظف. إذا ديسكريبسيون دي كومبوزون إسونسييل بور لو فونكسيونمون، إذا وصف المكونات الأساسية من أجل الاشتغال. اشتغال ماذا؟ دان أورديناتور، اشتغال جهاز الحاسوب. دو لاكارت مير، من اللوحة الأم أو ديسك دور إلى القرص الصلب. ديكوفري هنا دعوة، يعني تعالوا لتكتشفوا. إذا ديكوفري يعني اكتشفوا. سو كي برون بلاس دون ان بيسي، إذا اكتشفوا ما يأخذ مكانا في الحاسوب. ما معنى هذا؟ تعالوا لتكتشفوا ما هي الأشياء التي تأخذ مكانها في الحاسوب. إذا اكتشفوا ما يأخذ مكانا في الحاسوب، بمعنى آخر أجيو تشوفوا أشنو كاين في الحاسوب، أشنو هي الأشياء اللي عندها مكان في داخل الحاسوب. إذا ديكوفري، عندنا الفيرب ديكوفرير يعني فعل اكتشف، ومنها كلمة ديكوفيرت. ديكوفيرت يعني اكتشاف، أو مثلا لديكوفيرت يعني اكتشافات. إذا ديكوفري سو كي برون بلاس دون ان بيسي، اكتشف ما يأخذ مكانا في الحاسوب. إذا لوسكون بارل d'un composant d'ordinateur au PC, c'est-à-dire personnel computer. Lorsqu'on parle d'un composant d'ordinateur, عندما نتكلم عن مكون لحاسوب au PC أو ما يسمى PC، إذن هو اختصار للتسمية الإنجليزية personal computer. إذن lorsqu'on parle d'un composant d'ordinateur، عندما نتكلم عن مكون حاسوب، on parle du matériel qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur. إذن عندما نتكلم عن مكون الحاسوب، فنحن نقصد بمكون الحاسوب، نقصد به الأدوات أو الأجهزة الموجودة داخل الحاسوب. On parle du matériel qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur. يعني أننا نتحدث عن الأدوات. طبعا الحال عندما نتكلم عن الماتيريال، فهذه الكلمة تجي من واحد الكلمة أخرى اللي هي la matière. لا ماتيير هي المادة. لما المادة يعني كل شيء يلمس ويرى، أي حاجة تلمسها كاينة موجودة، تنشوفها يعني تنحس بها. إذن يمكن أن نطلق عليها ماتيريال، ممكن أننا نصفها بأن شيء مادي. إذن هنا نتكلم عن لو ماتيريال، هنا نتكلم عن الأشياء المادية الملموس الموجودة داخل الحاسوب. إذا نتكلم عن المادي، بمعنى آخر نتكلم عن أدوات موجودة داخل الحاسوب. On parle du matériel qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur. نتكلم عن هذه المكونات الملموسة الموجودة داخل الحاسوب. qui se trouve، التي تتواجد à l'intérieur، يعني في داخل de l'ordinateur للحاسوب. إذا كما نقول في داخل الحاسوب. إذن contrairement au périphérique، على عكس
يعني ما يحيط بالحاسوب. نتكلم عن الأشياء اللي تنجيبوها وتلصقوها في الحاسوب بحلاش بحال لا سوري لو كلافي بحال لامبريمونت يعني الطابعة اللي تطبع علينا الأوراق. المهم جميع الأشياء اللي ممكن أننا نلحقها بالحاسوب هذه تسمى بيريفيريك، ولكن الداخل في الحاسوب يسمى لو ماتيريال. إذن هذا هو المعنى المراد هنا بهذه العبارة lorsqu'on parle d'un composant d'ordinateur، يعني عندما نتكلم عن مكون حاسوب on parle du matériel، on parle du matériel qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur. إذن عندما نتكلم عن le composant d'ordinateur يعني مكون الحاسوب on parle يعني في الحقيقة احنا تنقصده، نحن نتكلم عن du matériel qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur. عندما نقول هذه الكلمة كومبوزون دورديناتور فبمعنى آخر حنا تنقصدو المكونات ديال الحاسوب الداخلية، على عكس كما عندنا هنا كونتخيغمون يعني على عكس، تنتكلمو على لو كونتخيغ يعني العكس. إذن كونتخيغمون يعني على عكس، أو بيريفيريك على عكس ما يحيط بالحاسوب نسميه بيريفيريك، إكسترن يعني الخارجي، أنترن يعني داخلي. اكسترن اذا نتكلم عن الملحقات التي تلحق بالحاسوب، اكسترن الخارجيه كي سون غوليي التي هي مربوطه، بطبيعه الحال عندنا لو فيرب غوليي، عندنا لو فيرب غوليي يعني فعل رابطه، اذا كي سون غوليي الذين هم مربوطين بار دي كابل، انهم مربوطين بخيوط او دي مويان دو كومونيكاسيون سون فيل او بادوات التواصل الغير خيطية إن صح التعبير، يعني أنها بدون خيط، بدون خيط. الآن كاين دي سوري وكاين دي كلافي بلا ما تتربطوا في الحاسوب عن طريق الخيط، يمكن لهذه الأدوات أنها تتواصل مع الحاسوب عن طريق دبدبات معينة مثلا البلوتوث. إذا في هذه الحالة هذه الأدوات تكون غير مربوطة بالحاسوب. إذا نتكلم هنا بطبيعة الحال عن مكونات الحاسوب الداخلية على عكس ما يلحق بالحاسوب والتي تسمى بيريفيريك اكسترن، يعني ملحقات خارجية كي سون غولي بار دي كابل، التي هي تربط بخيوط وتربط أيضا بأدوات أخرى أو دي مويان دو كومونيكاسيون سون فيل، يمكن أن تربط بهذه الدبدبات التي تكلمنا عنها قبل قليل والتي تسمى مثلا بلوتوث. فرغم ان هذه الادوات مثلا السوري او بيان لو كلافي مثلا الفأرة او لوحة المفاتيح، فرغم انها غير مربوطة بالحاسوب عن طريق خيط، فهي في الحقيقة مربوطة بالحاسوب بادوات اخرى. اذا عندنا هنا ادي مويا ووسائل، ووسائل نقول مثلا لي مويا دو ترونسبور يعني وسائل النقل. هنا عندنا وسائل من نوع اخر، تهم وسائل الربط بين مكونات خارجية والتي تربط بالحاسوب والتي تسمى بيريفيريك. إذن سو سون سي كومبوزون دورديناتور، سو سون سي كومبوزون دورديناتور. إذن هنا سنلغي ما يحيط بالحاسوب، مثلا لوحة المفاتيح، مثلا الفأرة، مثلا الطابعة إلى آخره، وسنتكلم فقط عن المكونات الأساسية لكي يشتغل الحاسوب. طبعا الحال إلى غابت هذه المكونات الخارجية الحاسوب، الحاسوب سيشتغل. إذن هنا سنتكلم عن المكونات الضرورية التي تجعل الحاسوب يشتغل. Ce sont ces composants d'ordinateur. إنها هذه المكونات الخاصة بالحاسوب. إنها هذه المكونات للحاسوب. إذن بمعنى آخر نحن نقصد هذه المكونات التي تكون الحاسوب. Ce sont ces composants d'ordinateur qui sont ici décrits le plus simplement possible pour vous permettre de vous familiariser avec le matériel informatique de votre PC. Ce sont ces composants d'ordinateur. إنها طبعا الحال هنا نقول إنهم، ولكن في اللغة العربية نقول إنها. طبعا نتكلم عن مجموعة مكونات الحاسوب. إذا ce sont ces composants d'ordinateur. إنها هذه المكونات للحاسوب qui sont ici décrits التي هي هنا décrits أنها موصوفة. ما معنى هنا؟ المقصود في هذا الموضوع
الذي سنتطرق له، هذا الموضوع الذي سنتطرق له يخص هذه المكونات، بمعنى آخر حيث ستكون موصوفة كي سون سي ديكري لو بلي سامبلومون بوسيبل، التي ستكون موصوفة هنا في هذا الموضوع لو بلي سامبلومون بوسيبل، الأكثر بساطة ممكنة، بأكثر بساطة ممكنة. المقصود أننا سنبسط شرح هذه المكونات الداخلية للحاسوب إلى أقصى درجة، هذا هو المقصود هنا. Ce sont ces composants d'ordinateur qui sont ici décrits le plus simplement possible pour vous permettre. طبعا الحال permettre هي مكنة أو سمح بي. إذن لكي نمكنكم أو نسمح لكم de vous familiariser، لكي تتأقلموا. تنشوفوا هذا الفعل، هذا فعل familiariser، أن فيه كلمة فامي، كلمة فامي أنها تعني العائلة. إذن عندما نتكلم على الverb familiariser pour vous permettre، لكي نمكنك de vous familiariser، لكي تتعقلنا إن صح التعبير. طبعا الحال هذا الفعل غير موجود في اللغة العربية، ولكن لكي نقرب المعنى. طبعا الحال عندنا كلمة فامي يعني العائلة، وعندنا الفعل اللي هو familiariser pour vous permettre de vous familiariser، لكي نمكنك لكي تصبح قريبا مع avec le matériel، مع هذه الأدوات. هي الآن كأنها بعيدة عنك، كأنها غريبة عنك، ونحن سنمكنك من خلال هذا الشرح لكي تصبح قريبا منها، ولكي تألفها بمعنى آخر، ولكي تتأقلم معها. هذا هو المقصود بهذا le verbe familiariser. إذن ce sont ces composants d'ordinateur qui sont ici décrits le plus simplement possible pour vous permettre de vous familiariser avec le matériel. إنها هنا مكونات الحاسوب التي توصف بشكل أكثر بساطة لكي نمكنك من التأقلم مع المكونات الإعلامية لحاسوبك. إذا طبعا حنا نتكلم عن الماتيريال انفورماتيك، المقصود بالمكونات الخاصة بالحاسوب دو فوتر بيسي لحاسوبك. أولا لاليمونطاسيون، طبعا الحال لاليمونطاسيون هي التغذية. بالنسبة للإنسان التغذية هي الأكل، بالنسبة للحاسوب التغذية هي الكهرباء. طبعا سنتكلم عن المكون الخاص بالحاسوب والذي سيسمح بتغذية الحاسوب. إذا نتكلم على الالمونتاسيون، ثم لاكارت مير، ثم اللوحة الأم. طبعا الحال كلمة اللوحة الأم، نتكلم عن اللوحة هي أم لكل هاد الأدوات. المقصود هنا أنها لوحة تلصق بها مكونات الحاسوب، إذا تسمى لاكارت مير. ثم لو بروسيسور، ثم لو بروسيسور طبعا الحال هذا هو عقل الحاسوب، يكون شخصية الحاسوب. اي سون فونتيلاتور، بطبيعة الحال عندما تعطي للحاسوب بعض العمليات ليقوم بها التي تكون معقدة، هذا لو بروسيسور يعني أنه يسخن، يعني أنه يسخن كثيرا، وبالتالي هناك فونتيلاتور يعني هناك مروحة تبرده. لكي يستمر هذا لو بروسيسور عقل الحاسوب لكي يستمر في العمل، وإلا سيجد الحاسوب مشكلات في هذه العمليات. ثم لا ميموار فيف، طبعا الحال سنرى دورها. ثم لو ديسك دور، طبعا الحال هذا المكان تخزن في جميع المعلومات الخاصة بالحاسوب، سواء للتشغيل أو معطيات أخرى نخزنها فيه. إذا نتكلم عن لو ديسك دور. ثم لو ليكتور غرافور سيدي دي 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 اون فالا كارت غرافيك، طبعا الحال نتكلم عن لوحة خاصة بالشاشة. هاد اللوحة تهم الصورة، كلما كانت لاكارت غرافيك جيدة كلما كانت الصورة جيدة. نو ني ديكريرون با ايسي لاكارت سون، لن نصف هنا لوحة الصوت. نو ني ديكريرون با ايسي لاكارت سون، لن نصف هنا لوحة الصوت. كارت غيزو لوحة الشبكة، سورتي اس بي يعني المخارج الجانبية للحاسوب والتي تسمح بالتواصل مع بعض الأجزاء الخارجية etc. سو تيب دو ماتيريال، هذا النوع من الأدوات نيتون با انديسبونسابل، كونها غير ضرورية او بون فونكسيونمون دو بيسي، كونها غير ضرورية للعمل جيد للحاسوب اي بارفوا واحيانا ديريكتومون انتيغري على كارت مير، انتيغري على كارت مير.
وأحيانا تكون مدمجة في اللوحة الأم، إذا لا داعي لذكرها. أولا لأنها غير ضرورية لكي يعمل الحاسوب بشكل عادي، بمعنى آخر ممكن أننا نشتغل بالحاسوب في مجال ما لا يحتاج هد اللوحات، مثلا لكارتسون. مثلا أنا أريد العمل بهذا الحاسوب ولا أحتاج الصوت، إذا فلن أحتاج هد لكارتسون. ولكن في حالة إذا كنت سأستغل الحاسوب في الصوت، ففي هذه الحالة ستصبح اللوحة ضرورية. نونو ديكريون با إيسي لي كارتسون، هنا لن نصف لوحات الصوت، غازو لوحة الشبكة، صور تي اس بي المخارج الجانبية للحاسوب، اتسيتيرا سو تيب دو ماتيريال نيتون با انديسبونسابل او بون فونكسيونمون دي بي سي، كونها غير ضرورية لعمل الحاسوب الجيد اي بارفوا ديريكتومون انتيغري على كارت مير. واحيانا تكون بعض الحواسيب بمعنى اخر تكون مدمجة بها هاد اللوحات، يعني أن تكون ضمن اللوحة الأم، فلماذا سنتكلم عنها يعني معزولة؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن كل مكون من هذه المكونات على حدة. إذن حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.